مساء الخير. شر البلية ما يضحك، البلية كبيرة، ناس عم بتعاني جوا سوريا وخارجها بسبب الحرب والبطالة والغلاء وعدم القدرة على تأمين متطلبات الأسرة والصحة والتعليم وغيرها. أما ما يضحك فهو طريقة تناول عدد من الفنانين والمواطنين السوريين للموضوع، أغاني ونهفات وحضنجرات غاز لإيصال رسالة حول سوء الأوضاع الاقتصادية داخل سوريا هالمرة، ولأنهم موالين للنظام صار في جدل كبير حول الحملة اللي قاموا فيها. الأوضاع الاقتصادية ومعاناة الناس داخل سوريا وخارجها موضوعنا بهالحلقة من الحكي سوري. ومعنا من مدينة ميركو السويدية عزة البحرة الكاتبة والممثلة السورية، ومن لندن هيثم سباهي الباحث في الشؤون السياسية السورية، ومها غزال الصحفية السورية من اسطنبول. أيمن زيدان وباسم ياخر، نزار أبو حجر وغيرهم فنانون شاركوا بالحملة الاحتجاجية على سوء الخدمات والشح وارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية. الحمد لله والبرد انتهى من بيتي فضلا من الله. لحبدا معك سيدة عزة، يعني شو رأيك بهي الحملة اللي عم يقوموا فيها الفنانين السوريين المؤيدين للنظام بهالوقت الحالي، وبرأيك شو سبب يعني اختيار هذا التوقيت تحديدا ليعملوا هي الحملة؟ بداية مساء الخير للجميع. الحقيقة يعني موضوع كتير إشكالي، الوضع المعيشي بسوريا سيء كتير، وما بتعرفي إذا كان هي الحملة بناء على مواقف مسبقة للفنانين، إذا كانت هي بإعاز من النظام مثل ما البعض صرح عنا وقال في كتابات نوع من تضييق صفحة النظام. أنا بصراحة ما كتير بيهمني أدخل بهذا الموضوع، لأنه الأوضاع المعيشية سيئة، وأنا ما بدي أقعد وجه اتهامات للناس أو دينهم، لأنه عبر التاريخ دائما كان في ناس بتمدح الأنظمة، ناس بتمدح الملوك بزمان المطلق بمدح سيف الدولة، ورجع مدح كنفور الأخشيدي ورجع هاجمه لما ما رضى الأخشيدي. لذلك موضوع الحملة من الفنانين في احتمالين، يعني إما لأنه الأوضاع صارت غير معقولة، أو لأنه إعاز من النظام، لأنه بتعرفي الموالاة بنظام شمولي بنظام ديكتاتوري مستبد صعب كتير يقدروا يتحركوا بشكل طبيعي ويخفوا عن همومهم ومشاكلهم، لأنه يعني نحن عندنا تجربة مع النظام، وما نو هذا النظام كثير بيفسح صدره للانتقادات
الشكاوى الناس. صحيح، يعني وفعلا في كان كثير اتهامات للمشاركين بهالحمله انه هن اخذين يعني مثل اوامر او في غض نظر من قبل النظام على هي الحمله. شو رايك سيد اسباهي؟ سيد هيثم، يعني برايك هل فعلا هي الحمله هي شخصيه يعني ام انه هي بايعاز او اوامر الفنانين السوريين؟ هي لا، هي حملة من الفنانين، هي عن طريق العاطفة. نحن جميعا السوريين نحكي بهذا الكلام إن كان في دمشق أو مدن أخرى عن طريق العاطفة، لكن الدولة والقيادة لا تعمل بطريقة العاطفة. يعني مثلا تقنين الكهرباء في دمشق، تقنين الكهرباء أتى من لأن الدولة تحاول إصلاح محطات حرارية، وهي لديها عليها عقوبات كبيرة أيضا من أجل قطع الغيار. تقنين الكهرباء أتى من أجل تشغيل ورشات للإنتاج الوطني، أكثر من 1300 ورشة ومصنع. هذا يفهمه طبعا الشعب السوري. بالعواطف نستطيع الكلام، نقول بالعواطف، لكن ما تفعله الدولة لا، يعني الدولة لا تعمل بالعواطف. فتح الطرقات لا يعمل بالعواطف. سوريا حاليا تخرج من حرب عسكرية مدمرة مدتها 8 سنوات، لكن سيد هيثم يعني من جانب آخر فينا يعني نحن نقارن الحملة هي بحملة مشابهة كانت ببداية الثورة السورية قسم كبير منها، وتم تهديد وهدر دم الفنانين اللي كانوا مشاركين فيها. فيعني مشان هيك في نوع من الاستغراب عند الجمهور انه شو سبب مهاجمة الفنانين اللي هن كانت مطالبهم او انتقاداتهم اقل، بينما كان في ترحيب هون من النظام لهدول الفنانين اللي هن عم يورجوا صورة فعلا الوضع المأساوي اللي عم يعيشه الشعب السوري. النظام لم يتكلم لا معهم ولا ضدهم. يعني بالعواطف أنا أستطيع أن أقول لك 6 ملايين سوري في دمشق يتكلمون بنفس اللغة وغيرهم. هناك مآسي وهناك معيشة صعبة في دمشق، لكن ماذا ستفعل الدولة؟ لا توجد عصا سحرية لهذه المشاكل. الدولة عليها أن تأخذ الخطوات خطوة بعد خطوة. نحن جميعا نتكلم، نحن جميعا نقول عندما لم نجد الغاز أو جرات الغاز الواحد بعيف حاله يعني. بس هذه حرب ليست بسهولة. يعني ماذا ستفعل الدولة؟ العقوبات موجودة، الغاز يأتي، الدول تسيطر على شمال شرق سوريا وتسرق الغاز السوري والبترول السوري. الأوضاع ستتحسن تدريجيا، هذا ما يعرفه الشعب. أما أن الدولة في سوريا أو القيادة السورية أو النظام تقول لهذا الفنان اخرج وتكلم بهذا وهذا تكلم، لا. أنا أقول لك وأنا متأكد تماما أن الجميع في سوريا يقولون نفس الكلام، لكن الفنانين طبعا لهم شعبية وهم من طيب ناحية العواطف. خليني يعني إن إلى نحن جميعا عبد نعاني من ممكن الفساد يكون هي بسوريا. عندها تعليق أنا موالي للنظام ونقول الفساد، لكن هناك بدي تفضلي سيدة عزيزتي. الموضوع مو عواطف على الإطلاق، ولا موضوع 8 سنوات. يعني هذا الأزمات هي سوريا هلأ على شكل أكبر وأعمق. سوريا بتعاني من هي الأزمات من لما استلم حزب البعث، من لما استلم حافظ الأسد النظام. دائما في كهرباء وإناث المعامل، انت عندك مشكله بالغاز، عندك مشكله بالاكل، عندك مشكله بالحياه اليوميه للمواطن. يعني اذا بدنا نعتبر 40,000 راتب الموظف، 40,000 ما بيعيشوا 3 ايام. وبموضوع الحرب، النظام عم بيحارب مين؟ عم بيحارب الاكراد بالشمال، الأكراد اللي دعمهم النظام بالأسلحة ومقراته، بالفصائل الإسلامية اللي دعمها النظام بالسلاح ودعمها بالمساجين اللي طلعهم ببداية الثورة. يعني عم بيحارب حاله النظام. ما بعرف أنا، يعني بعد 8 سنين الشعب السوري وعي وصار يدرك
حجم الكارثة الكبيرة اللي عايش فيها واللي عم بينفذها النظام بكل يوم. بأسلمت سوريا ب400 ألف ساعة دينية بالأسبوع بسوريا. بخطابه بال2011 بشار الأسد أعلن عن 7000 جامع صاروا 15 ألف جامع. جمعيات تحفيظ القرآن، التطييف، الفيديوهات اللي نشرها النظام من قلب السجون على ناس تحكي باللهجة العلوية عم تعذب ناس سنية. يعني هاي كلها مصائب افتعلها النظام القبعات. طيب على سيدة عزة، بس خليني أنا يعني حتى أرجع على صلب الموضوع وأنا أقول النقطة لسيدة مها. يعني سمعنا سيد هيثم عم يقول أنه السبب الحقيقي هو العقوبات أو أنه في حرب عم تعاني من البلد، وبجانب آخر عم تقول سيدة عزة أنه هذا الشيء بالحقيقة هو موجود من بداية الحكم، يعني هو ما له شيء مرتبط فقط بالأزمة، هي الأزمة الاقتصادية عم يعاني من الشعب السوري من 40 سنة. هلا انا بدي ارجع شوي للحمله تبع الفنانين اذا سمحتي لي، وبدي اقول انه يعني على الاكيد انه غبار الحريه اليوم الشائع بالهواء بسوريا، واللي من الصعب انه النظام رغم كل العنف اللي ارتكبه ضد السوريين وضد الناس بسوريا ورغم كل براميله ورغم جرات الغاز اللي زت على بيوت الناس، من الصعب انه يطفيها. يبدو انه بعض غبار الطلع اذكى من انوف الفنانين. كان ممكن انه نحن نقول انه في شيء كثير بادره لطيفه وبادره جميله انه الفنانين اليوم يوقفوا جنب الشعب، جنب الشعب اللي عن جد عم بيعاني من نقص الغاز، جنب الشعب اللي عن جد عم بيعاني من الجوع، جنب الشعب يلي نصه مشي بالشوارع عاري مثل ما شفنا الشاب اللي كان ماشي باللاذقيه، جنب الختيار يلي زت حاله من على جسر العاصي من على جسر حما لحتى ينتحر، وما كان ملاقي سيارة إسعاف فيها شخص مدني يحمله. كان ممكن نقول كل هذا الحكي لو كانوا هدول الفنانين حقيقة كانوا عم بوجهوا البوصلة للمكان الصحيح، لكن الأكيد النظام ومثل ما عم بيقول الأستاذ هيثم الدولة السورية، الدولة بمعنى الدولة العميقة بمعنى الدولة المخابراتية، طبعا ما رح يشيروا لهم ولا رح يقربوا عليهم لأنهم هن البوصلة موجهينها بمكان الخطأ، بمكان الحكومة. هن عم بيحملوا الحكومة يلي هي مجرد أداة ما بيملك من أمرها شيء. حكومة لما انشق رأسها ما صار فيها شيء. فبالتالي اليوم حملة الفنانين لن تشكل أي خطر على النظام طالما لم تطال رأس النظام، طالما لم تطال الفاسدين في النظام، طالما لم تطال الناس يلي عم تاكل قوت الناس. يعني اليوم إذا بدنا نقول بعيدا عن العاطفة، الدولة اليوم عليها حصار اقتصادي، مزبوط. هاي الدولة اللي عليها اليوم حصار اقتصادي كل يوم عم تفتح مطعم بالمناطق الفخمة. هاي الدولة اللي اليوم عليها حصار اقتصادي أعلنت عن مشروع ممكن تتبناه روسيا لتوسيع مطار دمشق ليتسع لأربعة مليون زائر. هاي الدولة نفسها يلي من الأراضي اللي أخذتها من الناس، يلي من البيوت اللي أخذتها من الناس بالمزة، بدها تعمر مجمعات سكنية يتراوح شعر الشقة فيها 400 ألف دولار. كيف؟ طيب سيد هيثم سمعت شو قالوا عن بلد يعني محاصرة، عن بلد ما عم تقدر تجيب قطعة غيار للكهرباء. طيب هذا التهجم على الدولة وغيره، انه في مشاريع مثل المطار وغيره. دعني اقول لضيفتي اقل شقة في دمشق اليوم سعرها 250 الف دولار. دمشق معروفة بغلاء شو بيقولوا شققها السكنية وبيوتها. هذا من ناحية، لكن نحن ما نبحثه اليوم ان هناك عقوبات على سوريا موجودة والدولة تستطيع. طبعا دمرت قسم كبير من قدراتها هذه الدولة ومن إنتاجها. الدولة تريد أن تعيد هذا الإنتاج، أن تعيد هذا الاكتفاء الذاتي، أن تحاول أن تؤمن للمواطن. هؤلاء المواطنين الذي دفعوا بعشرات الآلاف من الشهداء من الجيش العربي السوري لا يهمهم إن كان في نقص في تنكة مازوت أو نقص هنا. الدولة تعيد الأفران إلى العمل، الدولة تعيد 420
20 مدرسة في المناطق المحررة إلى العمل، وتأخذ هذا الأطفال يعني ليدرسوا في هذه المدارس بعد أن حرموا من الدراسة تحت جناح الإرهاب وجناح القوات المعتدلة كما يقولون عنها. لكن سيد سباهي يعني حضرتك عم تحكي باسم الشعب السوري لعدة بينما سنوات. يعني هذا ما تفعله الدولة. الشعب السوري بتراقب حتى نستطيع أن تؤمن الخبز لنصر الشعب السوري. الدولة التي تتحدث عنها لا تستطيع أن تؤمن الكهرباء لنصف الشعب السوري بعد أن هجرت نصفه. أنا أنا وبعد أن قتلت مليون سوري. هذه الدولة اسمع لا تستطيع أن تؤمن لهم الكهرباء. اسمعي لا تقاطعين لا تقاطعيني. أنا مواطن سوري. أنا مواطن اسكتي لا تقاطعيني اسكتي. ممكن اذا ممكن تسكتي ضيفك، عيب هذا الكلام، هذا ليس بحوار. سيد هيثم في دخيل بالصوت لو سمحت. بس من يعني من اسبوع وعدت من حوالي اسبوع. انا اعرف الناس في دمشق والجميع نعاني، ولدينا اهل في دمشق. يعني انا اعاني، انا قدمت من دمشق واهلنا يعانون في دمشق، لكن لا هو ليس تهجم على الدوله، ولا الجميع يعرف ان هناك عقوبات وهناك جيش وهناك نقص في مواد كثيره. لضيوفك ممكن توجهي لهم سؤال، تعوا ارجونا كيف ممكن يزيدوا رواتب الموظفين 5 أضعاف، يعطونا حلول. اما الكلام على التهجم بدون ايجاد حلول، بدون العمل على الحلول. الدولة تعمل على الحلول من أجل مواطنيها. أما ما يقال أن هذا 40 سنة لا توجد جرات غاز ولا يوجد نقص في المازوت، هذا كلام هراء. قبل 2011 يعني المناطق الخدمية والقطاعات الخدمية في سوريا كانت موجودة وتعمل على أكمل وجه. طبعا يعني حسب مقدرات حكومة سورية، هي ليست حكومة لديها بنوك في عندك حق رد سيدة مها، يعني إذا فيكي تقولي رأيك الإنتاج اليوم. الإنتاج في شمال شرق سوريا من القمح وغيره والقطن قد عطل. أنا سوف أقترح حل على الأستاذ هيثم إذا سمح لي. سوف أقترح حل. تفضلي. لا استاذ هيثم جدا. استاذ هيثم ما له دوله، بدك تقترحي اقترحي على الدوله. محاكم تحاكم الجميع، محاكم تحاكم الجميع، ليقف الجميع امام المحاكم، لتوزع اموال سامر الفوز ورامي مخلوف وسوى من الحيتان التي ربهم النظام. فشلتوا فشل ذريع ولا يوجد. لا فشلنا فشل ذريع بالوصول الى الحريه، لان هناك في هذه من يعشق المعارضه. فشلت طبعاً. هذه المعارضه هناك من سيحمل مظله اذا شتت الدنيا لا على الارض ولا على المستوى الدولي. لا يوجد. جبهة النصرة اسمعي علي، جبهة النصرة وداعش وأحرار الشام وفيلق الشام وسرايا ما بعرف شو، هذه ليست حرية، هذه إرهاب. هذا إرهاب والجميع والأمم المتحدة تعترف بهذا الكلام. الإرهاب الذي دعمتوه وقلت عنهم هؤلاء أخوتنا جاءوا لينقذوا الشعب السوري. أخوتكم جاءوا لينقذوا الشعب السوري، يتبعون للقاعدة ويتبعون لبن لادن ويتبعون لبن لادن. وما اسمعي عن حتى الجيش الحر أعمال القتل. اليوم هي ذكرى شهداء مستشفى الكندي وسجن حلب الذين أعدموهم بالرصاص في رأسهم. هؤلاء الجنود الذين كانوا يخدمون في مستشفى الكندي أعدموهم بالرصاص. هذا هو الجيش الحر. هيثم بس يعني احنا شوي هون بعدنا عن موضوع الحلقة. لا اسمعي أنا بدي أعطيكي حق التعليق على الموضوع، لكن مشاهدينا خلونا ناخذ فاصل قصير وبنرجع لنكمل النقاش. لا أهلا فيكم من جديد بهالحلقة من الحكي السوري، وموضوعها تدهور الخدمات والاقتصاد السوري بسبب الحرب، وعلى هالصعيد بتكشف الأرقام عن حقائق مخيفة.
قبل ما انتقل لهذا الموضوع بس بدي اعطي سيده مها يعني اذا عندك اي رد سريع على ما قاله سيد هيثم. انا بس كنت بدي اقول انه من لما خلقت انا وصغيره كانوا يحكوا لنا اهلنا عن انه بعد حرب 73 كان في دائما ازمه خبز، كان في دائما ازمه مواد غذائيه، على الرغم من انه المازوت والخبز والمواد الغذائيه كانت متوفره، بس دائما كان يستعمل النظام هذا الاسلوب لحتى يشغل العالم عن هزائمه وعن استبداده بانه يدوروا على رغيف الخبز تبعهم. ما بعتقد اليوم يلي عم بصير بعيد كثير عن اللي كان يصير ب 73. بعتقد انه نحن بكل لحظه من اللحظات عم ندفع المواطن السوري لحتى ما يفكر بكرامته، وهذا الحكي اثبته تماما شخص اسمه وسيم الاسد على الفيسبوك عبر فيديو من الفيديوهات اللي بيطلع فيها كل يوم علينا، لحتى يقول بدكم غاز ولا بدكم شرف في نسوانكم. نحن بصراحه كلياتنا وبعتقد ثلاث ارباع السوريين وبعتقد معظم السوريين يلي طلعوا وقالوا حريه وقالوا نحن بدنا كرامه، نحن بدنا كرامتنا وبدنا نعيش بكرامه وبدنا كل حقوقنا كمواطنين سوريين. وبحب له للاستاذ هيثم انا مواطنه سوريه وكثير متمسكه باني مواطنه سوريه. طيب انا بدي اعطي كمان سيده عزه يعني تفضلي اذا في عندك بدقيقه لو سمحتي تعليق على الحديث يعني اللي كان بزمانه يرتفع سعر الخبز تسقط حكومات. صرنا 8 سنين عم نعاني من هذا النظام حالي من 2011 وقبل منا 40-30 سنة من ايام ابوه. حاجه ما نو قدران يلبي خدمات الشعب، ما نو قدران يغطي معيشتهم قبل ما يبني مدارس ويعمر جوامع يعمل لي قبيسيات جمعيات يستقيل بكل بساطه. خلي الشعب يحكم نفسه في انتخابات ديمقراطيه ونخلص. طيب سيدة عزة خلينا قبل ما نكمل الحديث خلونا بس نوقف مع معلومات عن الاقتصاد السوري يعني بعد الحقائق المخيفة صراحة يلي حكت التقارير عنها. فتقديرات البنك الدولي بتأكد انخفاض الناتج المحلي بنسبة 63% مقارنة بعام 2010، وارتفعت نسبة البطالة إلى 78%، أي أنه حوالي 9 ملايين سوري هم عاطلون عن العمل، فضلا على أن متوسط أجور لا يزيد عن 150 دولار في الشهر للعائلة الواحدة، في وقت بتقول تقارير رسمية أن تلبية احتياجات العائلة السورية بيتطلب شهريا نحو 600 دولار أمريكي. وانهار سعر صرف الليرة السورية ليصل إلى 515 ليرة مقابل الدولار الأمريكي مقارنة ب 47 ليرة عام 2011. وما فاقم من مشاكل السوريين أنه تدهور قيمة الليرة ترافق مع زيادة كبيرة بالأسعار، وبطبيعة الحال طالت الخسائر قطاع السكن والخدمات، حيث دمر 7% من المساكن كليا و 20% جزئيا. ومن جهة أخرى تباينت نسب الأضرار اللي طالت الخدمات العامة، فعلى صعيد الكهرباء على صعيد المثال انخفضت القدرة على توليد الطاقة إلى 16208 جيجا وات ساعة عام 2015 مقابل 43164 جيجا وات ساعة عام 2010، تراجعت بواقع أكثر من 62%. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي للنفط بواقع 93% ما انعكس على توفر احتياجات المواطنين. رح أرجع لعندك سيدة عزة، برأيك يعني بهذا الوقت في مطالبات عم تقول أنه محاسبة المتسببين أو غيره، هل النظام قادر على محاسبة هدول الأشخاص؟ أو بالأحرى هل عنده رغبة بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية اللي عم يعيشها الشعب السوري؟ الشعب السوري عم بيعيش أزمات يومه، أزمات فكرية وأزمات ثقافية وأزمات معيشية وأزمات أخلاقية. النظام قبل ما يحاكم هدول الناس يحاكم حاله. لذلك عم قلك انه هذا الموضوع كثير صعب، يعني عم يحكوا على الموضوع الاقتصادي انه في حصار اقتصادي على سوريا بالوقت اللي كان في سماسره بيجيبوا للنظام كل احتياجاته وكل
كل أدوات التجسس تبعه من دبي من كل دول العالم. في هي اللعبة تبع إنه حصار اقتصادي وفي مقاطعة دولية صارت مكشوفة، ما عاد في هاي اللعبة تنطلي على حدا يعني. لذلك موضوع الحساب واسع كتير، وهذا لازم يصير أساسا من قبل الدول، من قبل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي اللي تارك النظام، تارك أبوه قبل صار له 40 سنة. النظام أنت لما كانت الناس عم تموت بالبحر الـ 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 الناس اللي مات في بالبحر فوق 30 ألف عابر لجوء، تتصوري أنت أنه المجتمع الدولي ما كان بيعرف أنه الناس عم تموت بالبحر؟ ما بيعرف أنه في مليون شهيد؟ ما بيعرف أنه في مليون ونص معاق بسوريا؟ ما بيعرف تعداد الناس اللي عم تموت تحت التعذيب بالسجون؟ يعني إذا ما بيعرف تركي، ما بيعرف عنده على الأقل 50 ألف صورة تبع سيزر. يعني اللعبة كتير كبيرة، وموضوع فنان ولا اثنين ولا ثلاثة يطلعوا يطالبوا بغاز ولا ما، هذا أنا برأيي تدفيه لوضع سوريا والحالة الاقتصادية والإنسانية والأخلاقية اللي عم تعيشها سوريا من قبل المجتمع الدولي. أوباما 8 سنين وهو عم بيقول هذا النظام غير صالح، ما رح نسكت على هذا النظام. هلأ الدول عم تتهافت تتصالح مع النظام وتعمل علاقات. إذا في مشكلة كتير كبيرة عم تعيشها مع أوباما، أكثر بكتير من أنه جبهة النصرة يلي مولوها بالسلاح، وجت السلاح، إجا السلاح من كل دول العالم، تجارة سلاح. طيب سيد هيثم، من جانب آخر النظام عم يحاول يروج لفكرة إعادة الأعمار، هل بتلاقي أنه هالوقت يعني مناسب لطرح حتى هذا الفكرة بظل هي الأوضاع الاقتصادية السيئة يعني اللي شفناها حاليا؟ هذه دولة تخرج من حرب وعليها ضغوطات كبيرة كبيرة جدا. من قدم الشهداء الولد، لو نرجع على موضوع الولد الحلقة لو سمحت سيد هيثم يعني مشان ما يطول الحديث، وغيره لا يخاف من 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 تقنين هنا وهناك. فبالنسبة لسؤالك انه إعادة الإعمار، نعم سوريا لديها حلفاء، وهؤلاء الحلفاء يريدون ان يساعدوا سوريا بإعادة الإعمار، وما الضير في ذلك؟ لإيجاد سكن للذين دمرت بيوتهم من جراء الإرهاب وجراء جيش الإسلام وأحرار الشام. لما لا الدولة مجبرة ان تجد سكن لهؤلاء، وكيف ستجد سكن؟ هو بإعادة الإعمار، هذا شرط أساسي لهذه الدولة. لكن هناك دول تريد أن تحصل في الاقتصاد والحرب الاقتصادية على سوريا ما لم تستطيع أن تحصله في الحرب العسكرية، بضغوط اقتصادية، بعقوبات. البنك السوري اليوم لا يعمل، ممنوع تعاملات البنوك. مطار دمشق لا تعطى بوليصات تأمين للطيران الذي يريد أن يأتي إلى دمشق. لماذا؟ البترول يسرق، البترول السوري والغاز السوري يسرق بشمال شرق تركيا، بشمال شرق سوريا، ويدخل إلى تركيا ويباع من أزمير وبرسين. وأرجو من ضيفتك أن تقول لأردوغان أن لا يفعل ذلك، ولا يسمح بدخول البترول السوري، كما سمح أيضا بدخول المعامل السورية التي سرقت من حلب، بدخول قطع السكك الحديدية التي بيعت في تركيا بالكيلو، الحديد بالكيلو باعوا في تركيا. هؤلاء من يقولوا عن نفسهم معارضة، العواميد الكهرباء الذي سرقوها، مقدرات سورية من القمح الذي سرقوه وبيع في تركيا، وهذا ضد القانون الدولي. تستطيع ضيفتك من تركيا أن تحاكم أردوغان. تفضلي. تمام، بما أني أنا في تركيا ولكني مواطنة سورية، أدعوك أولا بما أنك مواطن سوري أن تطلب من رئيسك بإخراج المعتقلين، وإذا أحببت أن أعطيك أسماء معتقلين سلميين لم يرفعوا بوجه النظام حتى إلا صوتهم.
وإذا أردت أن أزودك بأسمائهم فبالتأكيد الحلقة لا تتيح لي مجال أن أسرد مئات آلاف من الأسماء. إذا أردنا أن نعود إلى محور الحلقة، يعني يمكن بداية إذا بدنا نسأل نحن على الأزمة الاقتصادية، بدنا نسأل هل يريد فعلا النظام بتحسين حال السوريين؟ يعني اليوم النظام يلي دمر هاي البيوت هل يريد فعلا أن يعيد بناءها؟ لنبدأ من القصير. القصير تقريبا أول المدن المدمرة عن بكرة أبيها. القصير اليوم هي مكان ومقر أساسي لحزب الله. هل يريد النظام أن تعود؟ لكن أين أهل القصير؟ هل سمح النظام لأهل القصير بالعودة إلى بيوتهم المهدمة؟ هل سمح لهم أن يبحثوا بين ركام بيوتهم عن ذكرياتهم، عن بعض أشلاء أحبتهم؟ لا أحد عاد إلى القصير. القصير اليوم هي ثكنة عسكرية لحزب الله لمقاتلين لبنانيين جاءوا ليغتصبوا أرضي. أنتقل إلى دارية. هل سمح النظام لأهالي دارية بالعودة إلى بيوتهم؟ هل أريد أن أحصي أسماء جميع المدن التي هجر أهلها منها قسريا؟ نعم. إذن قبل أن نتحدث عن إعادة الإعمار وقبل أن نتحدث عن أزمة اقتصادية حقيقية، نسأل هل حلفاء النظام الذين زودوا النظام بوقود الطائرات ولم يزودوه بالمازوت لتدفئة الشعب السوري، هل الصواريخ التي كانت يعني تتباهى روسيا بأنها جربتها على الأرض السورية سوف يدفع بدلها وسوف يدفع مقابل ثمنها الذي دفع بعض الإسمنت لإعادة إعمار سوريا؟ أنا بدي أخذ هذا السؤال سيدة ما هو أطرحه على ضيفتي سيدة عزة، شو عندك تعليق؟ عزيزتي أولاً أنت يعني صار في شيء حالة من اللا معقول أنك أنت تعمري مساكن لناس أساساً هن مو موجودين، وأساساً القانون تبع 10 اللي طلع اللي ما بيقدر حدا يجي دافع عن أرضه ولا عن بيته لأنه حالة مستحيلة. يعني تعميم الأول، تعميل هذا اللي بدك تعمري له اللي موجود عندك، أنت عم تعمري لإعادة الناس، تعمي اللي موجودين بسوريا اللي عايشين بحالة. شوفي مستوى الدعارة اللي ارتفع بسوريا نتيجة الفقر، ناس ما عم تلاقي قوت يومها، الجوع، الأولاد عم تموت بالشوارع بالثلج. يا عيب عليكم بس إذا بتفيد شيء عيسى بس بدون يعني شخصية الحديث لو سمحت. يعني الوضع مزري بسوريا، مزري، يعني صرنا قلوبنا مو عم تتقطع، عم نموت من هاي اللي عم نشوفه، فما بالك نحن عم نموت على اللي بنشوفه ونحن بعاد، فما بالك اللي عايشين جوا. في شيء خارج إطار المنطق، خارج إطار العقل. ما عاد تقدري تحكي انت لا بثقافة ولا بفكر ولا بفن ولا بأدب ولا بمواقف ولا بموالاة ولا بمعارضة. صار الشعب السوري خارج إطار البشرية، خارج إطار الإنسانية. الناس اللي عم بتموت بالمخيمات بتلوز، بتقلي اللي بدي عمر، بتقلي عندي مشكلة كهرباء وإعادة بناء معامل مشان البنية التحتية، لك خلينا باللي فوق. يعني في شيء أنا قلت لك قبل شوي، ارتفع سعر الخبز بإحدى الفقرات بالخمسينات، سقطت الحكومة، صار له 8 سنين الشعب السوري عم بيعاني كل الشيء اللي عاناه الشعب السوري ما حدا عاناه بالعالم. سيد سباهي، يعني بدي أقوله لك هو، هل القوات الروسية والإيرانية اللي هي عم تقتل الشعب السوري عندها رغبة حقيقية إنه هي ترجع تعيد بناء سوريا بعد ما كان لها دور بتدميرها؟ بتعيدوا عزيزتي، لأنه هذا الموضوع له علاقة برؤوس أموال وباستثمارات. أنت برأيك سيدة عزيزة ولا عم تحارب الإرهاب بسوريا؟ ممكن تفكير لضيفك لو سمحت.
يعني خلصنا نحكي، خلصنا مع الأسطوانة الممجوجة على الرام. يعني القوات الروسية عم تقتل بالشعب يعني؟ السوري ولا هي عم تساعد؟ البراميل كانت عم تقتل على المدنيين. اسألوا صديقكم ترامب، واسألوا صديقكم أردوغان، واسألوا الإمارات، واسألوا الدنيا كلها، كلها عم تحكي بهذا الكلام. كله هذا عم يحكي الكلام. لا بعدين هذه السطحيات بعمل. انا بدي اسالك لك استاذ هيثم. أوكي. انا بدي اسالك لك استاذ هيثم، خجلت وقلتي عيب الشوم علينا انه نحن عم نحكي بانه في دعارة؟ ما خجلت انه في صور لنساء كانوا مقتولين تحت التعذيب؟ شو دعارة؟ الدعارة الدعارة مخجلت من اشلاء الناس اللي كانت تحت الانقاض بحلب؟ مخجلت بتركيا بيعرف انه في دعارة بتركيا، بيعرف في دعارة في كل مناطق. بس انت تتهمي الشعب السوري بالدعارة، مو عيب عليك؟ بس ما في كل بلد اشلاء الناس تحت بيوتها على محطات تلفزيونية. طبعا في مشاكل، في ما مشاكل، ما حدا اتهم الشعب السوري بالدعارة، المشاكل ما حدا ما في، لا ما في اشياء الناس. انتوا اجمعوا الفلوس، اجمعوا انتوا اذا بيطلع من ايدكم تجمعوا الفلوس اللي سرقتها المعارضة من برهان غليون لزهير الأتاسي للبويضاني اللي عم يفتح هلأ لسليم إدريس لكلهم، اجمعوا هذه الفلوس وجيبوها للشعب السوري. هذا الفلوس اللي سرقوها من الشعب السوري جيبونا اياها، جيبوها لسوريا وعينوا فيها الشعب السوري. حاسي كلام فاضي، الله يرضى عليكم. نحن هاي المعارضة ما لنا علاقة فيها، هي المعارضة تبنتها الدول ورعتها الدول. احنا الموالين هلا انتم للاسف يعني وصلنا لنهايه الفقره. بعتذر سيد هيثم، لكن للاسف انتهى الوقت المخصص لهي الفقره لهون، وبينتهي نقاشنا حول الاوضاع الاقتصاديه في سوريا على امل انها تتحسن. وبشكر ضيوفي اللي شاركونا بالنقاش، من مدينه ميركو السويديه عزه البحره الممثله والكاتبه السوريه، ومن لندن هيثم السباهي الباحث في الشؤون السياسيه السوريه، ومن اسطنبول مها غزال الصحفيه السوريه. بكم من جديد. زواج القاصرات صار مرافق دائم للاجئين السوريين مع كل حديث عن أوضاعهم. فتيات بعمر الورد بيتم تزويجهم حتى يدبلوا، بعد إضافة مآسي اللجوء لمسؤوليات الزوج والبيت والولاد. خلونا نتابع هالتقرير. عدم الاستقرار بسوريا اضطرينا انه نطلع من بلدنا والنزوح والشيء نسمعه. لما جينا على لبنان كان وضعنا الحالي مو كتير زيادة منيح، فقرروا أهلي يجوزوني بعمر صغير، كان عمري 16 سنة. السبب الأكبر إنه بيقولك بس تصير عمرك 18 سنة صرتي أنت عنسان، ما فيك تتجوزي. قلت لأهلي إنه هلأ أنا بعدني صغيرة، ما بعرف شو قصة الزواج وكيف هي المسؤولية. أهلي قالوا لي لا بكرة بتتعلمي، بكرة يعني بتتعودي. كان الفرق بيناتي انه انا عمري 16 سنه وهو عمره 23 سنه. كنت انا كثير حابه اني اكمل دراستي بس ما ضبط الوضع وتجوزت. فبعد ما تجوزنا رفضني انا اكمل دراستي. لما عرفت لقيت حالي صعب اني احمل مسؤوليه، فقررت اني كان هذا قراري اني اتطلق. كان يعني بابا كان كثير بيهتم بالمجتمع انه شو رح يحكوا علينا، شو رح يقولوا. كنت بنفس الوقت انه بقول لو اهلي وقفوا معي ودعموني بهذا الشيء فما رح قرر يعني اني اتجوز. بعد يعني ما اتطلقت هلا عم حاول اوصل لهذا الحلم اني عم روح على مراكز واقوي معرفتي اكثر حتى اصير انسه. هدفي هلا اني ساعد اهلي ولا بعدين يمكن اني بعمر 20 اتجوز واستقر، بس اي وقت ساعد اهلي ويستقروا.
ومعنا عبر سكايب من عين عيسى زوزان علوش الناشطة المدنية السورية، ومن تورونتو الكندية عبر الهاتف مزنة دوريد منسقة حملة لاجئات لا سبايا. زوزان، يعني من خلال عملك بالمجال المدني، هل فينا نقول أنه ظاهرة الزواج القاصرات بسوريا هي ظاهرة جديدة، أم أنه هلأ طفت على السطح بسبب الظروف اللي عم تعيش البلد؟ مساء الخير لكم ولكل مشاهدي قناة الحرة، ولمزنة اللي هي صديقي وبعرفها عن طريق نشاطات كثيرة. أول شيء، ظاهرة الزواج الأطفال أو الطفلات أو القاصرات بسوريا بعد الأزمة السورية تفاقمت. نحن كنا بنشهد حالات زواج قاصرات وأطفال قبل الأزمة السورية في الأرياف، في المناطق النامية أو في الأرياف خاصة، ولكن بعد الأزمة السورية تفاقمت ووصلت إلى يمكن نسبة جدا مخيفة في سوريا وفي دول الجوار. بحسب بعض الإحصائيات، هناك حاليا تقريبا من 7% إلى 30 أو 40% وصل زواج القاصرات في سوريا وفي دول الجوار ككل. فبالتالي هي كانت موجودة سابقا في المجتمع السوري في بعض المناطق التي ترى في تزويج الطفلات أو القاصرات أمر طبيعي وتقاليد وأعراف اجتماعية، ولكنها مع الأزمة السورية تفاقمت، في حيث صارت البعض لا يرى بأنها ظاهرة خطرة، يراها شيء طبيعي من آثار الحرب للتخلص من مسؤوليات الطفلات أو القاصرات. فبالتالي هي النسبة هي اللي ترتبط اليوم في الأزمة السورية وليس وجود الظاهرة ككل. وعم يكون في نشاطات توعوية أو يعني عمل مدني للحد من هي الظاهرة وحماية هدول الطفلات من هذا الزواج؟ يعني في خلال عملي أنا في الجغرافيا اللي بشتغل فيها، هي شمال وشرق سوريا وفي مخيمات النازحات النازحين في هذه المناطق، وهي تقريبا 10 مخيمات، الدروس التوعوية جدا يعني بسيطة وجدا قليلة، يعني لا تتناسب فرضا مع حجم الزواج الموجود حاليا في طبعا الأكثر شيء. في خطأ بالاتصال. مزنة، يعني أنت من خلال عملك بهذا حول موضوع زواج القاصرات من الخارج، كيف تتعامل الدول الأوروبية أو الأجنبية بشكل عام مع هي الظاهرات للزواج اللي بيكون بيتم خارج أراضيها واللاجئين اللي عم ينتقلوا بعد ما هنن بالأصل يعني مزوجين؟ مساء الخير. بداية، يوجد قوانين عدة في الدول الجوار حتى لسوريا لتأطير أو للحد من زواج القاصرات. على سبيل المثال، من الحالات اللي واجهتها بتركيا، فكان في اللاجئين السوريين ما بيعرفوا بقانون منع الزواج، تعدد الزواج أو منع زواج الأطفال سواء للذكر أو للأنثى. فكان في عدة حالات لما بيصير الزواج فبيتم حبس الأبوين الوالدين المسؤولين عن الزواج، وهي حادثة حصلت فعلا بمدينة أورفا. كان في عرس قائم لعائلتين سوريات لزواج العريس كان 17 سنة والعروس كانت 15 سنة، وتم دخول الشرطة وإنهاء العرس بلحظتها. ولكن مع ذلك، طالما في دائما ثغرات وفي مجال للالتفاف على القوانين بأنه يكون زواج ديني غير مسجل قانونيا عند الحكومة اللي هن تابعين لها كعائلة موجودة في كلاجئين أو كبلد لجوء، هون ممكن يكون في دخول للالتفاف على القانون والاستمرار بزواج القاصرات. فهو بالنسبة لي هاي المشكلة هي لازم تكون على عدة أصعدة. الأطر القانونية اللي تمنع زواج القاصرات منعا يعني بمنع حاد وصارم، بالإضافة للتوعية كل من الوالدين والأهل. بس مزنة، كيف بيتم التعامل مع الحالات الزواج اللي صارت خارج الأراضي الأوروبية؟ يعني خلينا نقول أنه شخصين متزوجين، بالأصل هو متزوج من قاصر وانتقل على بلد أوروبي بعد ما كان متزوج داخل سوريا أو ببلد بيسمح بهذا النوع من الزواج، هل بيتم ملاحقتهم قانونيا؟ عفوا، بس آخر سؤال، بيتم ملاحقتهم قانونيا؟ هل بتعتبر جريمة بحق هي الطفلة؟
المفاجأة أنه مثلاً بعطي أنا مثال عن قانون الكندي، القانون الكندي لا يجرم زواج بالسادس عشر إذا كان الأبوين الوالدين موافقين على الزواج، وفي كثير قوانين، القانون الفرنسي نفس الشيء. للأسف هي عم بيكون حتى القوانين هي ما لها كثير صارمة بالمقارنة، يعني ما كل الدول بنفس السوية بالتعامل مع زواج القاصرات. طيب زوزان، يعني هل عم يتم دراسة الآثار اللي تترتب على هذا الزواج على المرأة وعلى الطفل يلي بيكون نتيجة هيك زواج، يعني لطفلة غير ناضجة غير قادرة جسديا أو عقليا على تأسيس أسرة؟ يعني إلى الآن بما أنه لا ينظر إلى هذه الظاهرة بأنها هي ظاهرة جدا خطرة، سواء من ناحية المنظمات الحقوقية أو النسوية، يعني لا يتم التطرق إلى هذا الموضوع ككل وكظاهرة خطرة. حتى الآثار التي تحدث أو بتصير على الأسرة أو على الأم على الأطفال وخاصة المطلقات جدا صغيرة، يعني كأنه بعض المنظمات أو أغلب المنظمات لا تنظر إلى هذه الظاهرة كظاهرة خطيرة. بالتالي ولكن إذا نظرنا بأنه خاصة في مخيمات النزوح اللي نحن موجودين فيها ونشتغل فيها، الظاهرة اللي أكثر شيء بتخوف هي أنه طفلات مطلقات وحوامل. يعني التأثير ما رح يكون تأثير آني حالي فقط، يمكن الحالي هو الحالة النفسية أو الحالة الجسدية أو التأثير على الأطفال يعني بشكل نسبي، ولكن نحن بنفكر على التأثير اللي على البعيد المدى، بخاصة بأن هناك أسرة مفككة، هناك طفلة عمرها 15 سنة 16 سنة وهي حامل بطفل، هذا الطفل شو رح يكون مستقبله، شو الحياة اللي رح يعيشها، هاي الطفلة مين رح يأمن عليها، مين رح يحاول يعطيها السند لتكمل لقدام، لأنه هي أوريدي مكسورة جسديا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا. هذا يدل أنه مفهوم المفاهيم حاليا بالمجتمع السوري ككل عم تتغير، بأن الطفلة أو القاصر صارت عم تفكر بالزواج كنوع من أنواع الخلاص من الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المتردي حاليا والسيء في سوريا. مثل ما أكيد أنتم بتعرفوا أنه تزويج القاصرات أكثر شيء اللي هلا حاليا بيأثر عليه هو الوضع الاقتصادي، اللي الأهالي بدهم يخلصوا من مسؤوليتهم ونفقتهم وإلى هنالك. لتفادي هي الآفة أو هي الظاهرة والتداعيات اللي بتجي عليها والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية فيما بعد، نحن نحتاج إلى دستور، إذا الدستور يؤجرم هذا الموضوع. في الدول الأوروبية، بما أنه كنت أنا عايشة 15 سنة و16 سنة في الدول الأوروبية، بما أنه هي الظاهرة غير موجودة كثير، نعم، غير متداولة زوزان للأسف. يعني وصلنا لنهاية الفقرة. بشكرك زوزان علوش من مدينة عين عيسى ومن مدينة تورونتو الكندية عبر الهاتف مزنة دريد منسقة حملة لاجئات لا سبايا. طلاب سوريون بلبنان عم يستعدوا للمشاركة في مسابقة الليجو، عملوا روبوتات وشغلات كتير حلوة، وطبعا كان في وراهم مين يأهلهم للفوز. أنا بالأصل كنت طبيب في سوريا في مدينة دمشق، وكنت أعمل بمجال الجراحة العصبية. عند الانتقال كانت الفكرة كيف ممكن ولو أنه الواحد تخلى عن مهنته، لكن الموضوع المقابل هو شيء كتير كبير ممكن تخدم فيه مجتمعك. بالنسبة للمخرجات اللي عم تطلع من برامج الإبداع عنا بمنظمة مابس، هي عبارة عن مخرجات هدفها الأساسي هي هدف تعليمي. لا شك عم تأهل بعض الطلاب واليافعين الصغار يوما ما بالمستقبل ممكن يستفيدوا كتير، لتكون قادرة هي المهارات اللي عم بيكتسبوها من خلال الروبوتكس ولا من خلال تعلم علوم الكمبيوتر، أن يكونوا قادرين على تحصيل بعض المكاسب المالية يوما ما ويعيشوا باستقلالية مالية، وهذا جزء من تحقيق كرامتهم أكيد. هلا هون نحن واحدة بقاعات نادي الروبوت بالمابس، يلي هلا عم نحضر لمسابقة الليجو، يلي هي مسابقة بتصير أول شيء محلية بلبنان وبعدين بتكون دولية خارج لبنان. الفكرة من الروبوتكس هو محاكاة بعض الأمور المعقدة وحل مشاكلها، مثل هلا فكرة الفضاء ورحلة للفضاء وكيفية إرسال بعض الأشخاص وحل بعض المشاكل، هي واحدة من الشغلات يلي على طول تهدف من خلالها مسابقات الروبوتكس.
نحن هون بهي القاعة منعلم الأطفال السوريين الأمور اللي لها علاقة بالمشاريع، يعني بعد ما تعلم المبادئ الأساسية سواء كان بالعلوم ولا بالفيزياء بتعلم بهي القاعة عدد من المشاريع اللي ممكن تكون منتجة. هلأ هون هذا المختبر هو للعلوم الأساسية فينا نقول، أو المبادئ الأساسية بعلوم الفيزياء ولا علوم الطاقة، فهون ببلش معنا سواء كان طالب صغير أو من الشباب اليافعين. رغم الحزن رغم الأسى لكن في علينا إنجاز لازم نشتغله، في كم هائل من العمل علينا كسوريين لازم نحققه كرمال مجتمعنا، كرمال الحفاظ على كرامته، كرمال عودة فيها معيارية عالية يوما ما لوطننا الأم سوريا إن شاء الله. ومع نقطة الضوء منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من الحكي سوري، منشوفكم يوم الثلاثاء الجاي بنفس الموعد، إلى اللقاء.